السلام عليكم. كان اكو شيخ عشيرة مو اصلي وكذاب بشكل مو طبيعي ابدا. عنده خادمة اسمها يرافق بكل مكان وياه، اسمه خلف. هذا العبد المسكين كان يخاف الله، لا يكذب لا يسرق لا يغوش. اما هذا الشيخ وفي اي مجلس او مناسبة يتواجد بيها يبدي يسرد القصص اللي تتحدث عن افعاله وبطولاته الفاشوشية للحاضرين، وبكل مرة تصديقا لحكايته يلتفت على خلف ويقول له مو صحيح خلف، خلف محرج وهو عبد، فشي يقول له؟ اكيد يقول له نعم يا طويل العمر. في يوم من الايام طقت روح الخلف فقال للشيخ: شيخنا انت بكل مرة تكذب وتشهدني واني ادفع الكفارة من جيبي. فقال له الشيخ: راح انطيك دينار عن كل شهادة تشهدها وياي. وحصل ان قام احد الوجهاء بدعوة هذا الشيخ على وليمة عشاء، فبعد ما ضربه المقسوم وبالتعلولة تكلم الشيخ عن احدى البطولات كالعادة، انه خرج للصيد والجو كان كلش بارد ووصل حد الانجماد، فطاردت طبعا الكلام للشيخ، فطاردت غزال صغيرون وهو يركض وانا اركض وراه حتى وصل الى حافة النهر، ومن قد خوف الغزال قفز لعبور النهر، وفي اثناء طيرانه ما بين حافتي النهر تجمد الحيوان بالجو وبقى معلق ومتجمد بالهواء، والتفت وراه وقال مو صحيح خلاف. فرد عليه خلف وقال له: شيخ نهاية هماتين بدينار. بعدين الشيخ تزوج وخلف وخلفته يوميا نشوفهم بالتلفزيون. اما خلف العبد الفقير راح يبقى عبد ويبقى فقير، لان ساعد الكذاب وبصمله بالعشره وفوت بيها وعزل مخليها. ما اعرف وين جبناها، خلي نروح للاخبار. حياكم الله أحبة المشاهدين من جديد وحلقة جديدة من برنامجكم الأسبوع الرياضي بالتسعين. اليوم عندنا متابعات كثيرة وضيف عزيز أيضا نناقش وياه محور مهم، لكن بعد فاصل قصير فلا تذهبوا بعيدا. كل التوفيق لأهلنا في محافظة الأنبار، قامت مثل هكذا كرنفالات من شأنها أن تعيد الحياة إلى طبيعتها وإلى سابق العهد القديم. عندنا أيضا يجب أن نمر على الطاقات الشابة الموجودة اللي تقدم الكثير من الإبداع في الملاعب العربية والعراقية. عندنا اليوم مدرب حراس المرمى لنادي النصر الإماراتي غانم عبد الرزاق، خلي نشوف لقطات لهذا المدرب وهو يدرب الحراس. طبعا عنده مدرب، عنده حراس اثنين حاليا مع منتخب شباب الامارات، طاقه عراقيه واعده جدا، يعني حرامات ما نستفاد من هذه الطاقات التدريبيه الموجوده في كل البلدان العربيه. ليش مو احنا احق بيها من غيرنا؟ ليش يروح يدرب الامارات؟ صار له تقريبا 7 سنوات وما حد يذكره اصلا، ما حد يعرف منه غانم عبد الرزاق. اليوم يعني عن طريق الصدفه يعني تم التواصل مع هذا المدرب اللي يقدم مستويات كبيرة في الدوري الإماراتي. خلينا نشوف هذه اللقطات ومن ثم لنا عودة. إذا أحبة المشاهدين، خلينا نروح للأخبار الأهم في حلقة هذا اليوم، حيث عقد الاتحاد العراقي المنتهي الصلاحية المستقيل الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم اجتماع مهم مع الهيئة العامة عن تحديد آلية وشكل الدوري العراقي الممتاز، إضافة للتطرق لدوري الدرجة الأولى لهذا الموسم. خلينا نشوف جانب من هذا المؤتمر اللي حضره مراسلنا في بغداد ومن ثم لنا عودة. على هذا الحال راح يكون تجمع وين؟ في كردستان. راح يتأهل من كل مجموعة فريقين، راح تكون هنالك 6 فرق راح تلعب تجمع في بغداد إن شاء الله. هاي الآلية اللي وضعناها لدوري هذا العام. بالنسبة لانطلاق موعد الدوري، هل ستكون هناك عقوبات على هذا؟ عند بدء الدوري بالتأكيد، عند بدء الدوري، الدوري راح يكون دوري يعني معترف به من قبل الاتحاد الآسيوي ومن قبل الاتحاد العربي، دوري باستحقاقات على مستوى الآسيوي والعربي، وبذلك من يبدأ انطلاق الدوري راح تطبق لائحة المسابقات بكل حذافيرها. يعني النادي اللي راح ينسحب راح تطبق عليه اللائحة، شنو موجود باللائحة اللي هي تنزيلها إلى درجة أدنى مع غرامة مقدارها 25 مليون دينار. استاذ
قبل فتره انتم خيرتوا الانديه بعدم لعب هذا الدوري، الان احطت الانديه ولا واحد ثاني زين شو بتكتب؟ الدوري راح يبدا يوم 20/2، راح يكون الدوري راح يبدا يوم 20/2، راح تكون المباريات يعني يلعب يوم ويومين يرتاح، و مثل ما تحدثت انه ال 15 نادي راح تقسم الى 3 مجموعات، وبالتالي هنالك 6 أندية تتبارى في بغداد مرحله واحده لتعيين بطل الدوري. بالنسبه للمنتخبات الوطنيه والمشاركات الخارجيه نادي الشرطه السبت التالي؟ بالتاكيد نعم، نادي الشرطه راح يكون المباراه الاولى له ريست، يعني تعرف هي 5 أندية تتبارى 4 ويبقى نادي. الدور الاول وضع الانتقالات قبل بدء كل موسم نكتب الى الاتحاد الدولي انه راح تكون انتقالاتنا الصيفيه من تاريخ كذا الى تاريخ كذا، وانتقالاتنا الشتويه كذلك. هذا الموضوع مو من صلاحيه الاتحاد العراقي، اذا اردنا ان نفعله لازم نكتب الاتحاد الدولي ونشوف موافقه الاتحاد الدولي. الانتقالات الشتويه تنتهي في 1/2، فما يسمح اضافه اي لاعب في 2/2، يكون هاي التوقيتات ذاهبه للاتحاد الدولي. بس من المجموعات ما راح يكون بالمجموعات، راح نرجع للمسابقه في العام الماضي، اول 3 أندية راح توزع على 3 مجموعات، وبالتالي راح يبقى 12 نادي بالقرعه يتوزعون على الـ3 مجموعات. بالتاكيد اذا فتره الانتقال هو يحق له، يعني يحق له اللاعب يحق له ينتقل باستغناء في فتره الانتقالات. عندنا 7 أيام ممكن هاي انا اشوف الفتره كافيه لانتقال لاعبي. ايضا احبتي المشاهدين، جرى بعد هذا المؤتمر اقامه اجتماع للهيئه العامه مع اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد المركزي لقراءه التقرير المالي والاداري حيث تم المصادقه عليها بالفعل في هذا الاجتماع. خلينا نشوف هذا التقرير للزميل علي الحسني. عقدت الهيئة العامة للاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم اجتماعها الاعتيادي لمناقشة أهم الأمور والاطلاع على التقرير المالي والإداري لهذا العام. مؤتمر عادي، المصادقة على التقرير المالي والإداري، تمت المناقشة مستفيضة من أخوان الجمعية العمومية، صادقوا على التقرير المالي والإداري، صادقوا على مقررات الاجتماع المحضر السابق ومصادقة المحضر السابق مثل ما حسب النظام الداخلي. أعلمنا الجمعية العمومية بأن أعضاء المكتب التنفيذي قدموا استقالة وأرسلت الاتحاد الدولي، هذا اللي صار بالكامل. الاجتماع لم يناقش النظام الداخلي للاتحاد، ولم يتطرق الحضور إلى استقالة المكتب التنفيذي للاتحاد الذي بدأ وهو يبرر ذمته اليوم من خلال هذا الاجتماع بعد تقديم استقالته مؤخراً. اجتماع طبيعي التصويت على التقرير الاداري والمالي وتمرر، بس احنا ردناكم مقترحات على اليه الدوري وعقود اللاعبين ندخله، لان الهيئه العامه تقف حتى تعطي الشرعيه، لان المكتب التنفيذي مكتب مستقيل، هذا اخر اجتماع له يعني، حتى اللي يجي وراي يلتزم بهذا اللي بصار. اما اعتراضت ها؟ شفناك اعتراضت؟ لا مو اعتراضت، متفقين ندخل الاليه مال الدوري وعقود اللاعبين بتصويت الهيئه العامه ما دخلهم. وشهد الاجتماع حضور العديد من نجوم الكرة العراقية أبرزهم النجم الدولي السابق يونس محمود ورئيس رابطة اللاعبين القدامى، وناجح حمود رئيس الاتحاد العراقي السابق ورئيس نادي الكوفة في الوقت الحاضر. لسامراء الفضائية علي الحسني، بغداد. وأيضا أحبة المشاهدين، خلط منتخب أشبال العراق بمعسكر تدريبي في العاصمة القطرية الدوحة، ومن المؤمل أن يكون المنتخب قد خاض مساء هذا اليوم مباراة تجريبية مع منتخب أسبيتار. خلينا نشوف لقطات من وصول منتخب الأشبال وبعض الوحدات التدريبية للمنتخب هناك في الدوحة. إذا أحبة المشاهدين، نروح للمحور الرئيسي في حلقة هذا اليوم، وهو ضيفنا اللي قدم إلينا من محافظة الأنبار أمين سر نادي الفهد الرياضي
الأخ والصديق العزيز المهندس سعدون شيحان. مرحبا بك أبو عمار، أهلا وسهلا، شرفتنا اليوم بهذه الإطلالة. سلمك ويعزك، تحية إليك ولقناتكم الموقرة والمشاهديك الكرام والبرنامجك الرائع. الله يسلمك، حياك الله. خلينا نحكي شوية عن نادي الفهد أستاذ سعدون. نعم، اليوم الفهد يعني أحرز دور الشباب لمحافظة الأنبار، أعتقد يعني أكو نهضة يعني على مستوى الشباب بالمحافظة. نعم، وخاصة في نادي الفهد باعتبار هو اللي يتربع على عرش الشباب في المحافظة. نعم، طبعا نادي الفهد الرياضي كما تعلم حضرتك هو يعني حديث العهد بالتأسيس، يعني تأسس في عام 2010. نعم، سبقتنا أندية كثيرة لها باع طويل بالمشاركات وحضورها في المناسبات الرياضية والمنافسات. نادي الفهد الرياضي حقيقة خلال هاي الفترة اللي بداياته كانت كلش جيدة، ويمكن حضرتك كنت متابع لبداية الفهد، ارتقى من مصاف الدرجة الثانية للدرجة الأولى في كرة القدم، وأصبح هو منافس حقيقي في للأندية اللي أعمارها طويلة في عالم كرة القدم في محافظة الأنبار. طبعا بعد اللي أصاب المحافظة طبعا من تهجير ونزوح توقف النشاط الرياضي، ارتئينا أنه اليوم أفضل السبل لإعادة إحياء هذا النادي والبناء الصحيح من خلال الاعتماد على كوكبة من الشباب، توظيفهم ومشاركة فيهم بدور الشباب. ما كنا واضعين خطة لحقيقة أخذ دور الشباب. نعم، الطموح كان موجود طبعا أكيد، لكن الهدف والاستراتيجية اللي عملنا بها أنه كيف اليوم أني أبدأ من الصفر، لأن على اعتبار أنت تعرف ماكو نادي الآن لديه قاعدة من اللاعبين يتواصلون على مدى سنة وسنتين وثلاثة وأربعة، ما عندنا هذا المفهوم ولا عندنا هيك عقود أصلا في أنديتنا. أنا عامة بالأنبار مشبت، مو أنت مالك علاقة بالعقود اليوم، أنت كنادي يعني عندك فلسفة خاصة بك أنت. أنا داقصد حجي على موضوع أنه اليوم أنت إذا تريد تبني كتيبة لاعبين، أنا أذكر في سنوات سابقة من تروح النادي الرمادي مثلا تلاقي عدد من اللاعبين يبقون ويا النادي أربع سنوات خمسة، وهي واحدة من النقاط اللي تحقق استقرارية بالفريق وبالتالي تنعكس على النتائج. لذا اليوم أنا من خلال قراءاتي لأنه أداء الأندية عندما كانت توقع عقود طويلة مع اللاعبين أو بقاء اللاعبين ضمن أنديتهم لفترات متعاقبة أو مواسم متكررة دي تحقق نتائج فنية وأيضا نتائج على مستوى المنافسات. بالتالي وجدت أنه اليوم انطلاقة الحقيقية والعودة الحقيقية لنادي الفهد للمشاركة مو مع جمع لاعبين لغرض المشاركة بالتحديات أو المنافسات الرياضية ومن بعدها يتم تفليش الفريق ونعمل من جديد، لا، قلت أنه اليوم خلي نعكسها، خلي نروح نعمل مع الشباب. طبعا احنا بالمناسبة أكثر فريق اللي طول عند مرحلة الإعداد، في مرحلة الإعداد احنا لاعبين يمكن أنا مجري مباريات لفريق الشباب يمكن بحدود 11 مباراة ودية، وهذا بالتأكيد الهدف من عنده والغاية هو كيف تنضج اللاعب، كيف تبني مكاتبة من اللاعبين، تخلق انسجام بيناتهم. بالضبط، تخلق الانسجام، بالتالي أنه ذولي ممكن يكونون هم الرصيد يعني حتى في مرحلة اللعب في الخط الأول وتعزيز صفوف الفريق. طيب اليوم أنتوا يعني أخذتوا دور الشباب، هذا الفريق شنو مستقبله؟ حقيقة أنا هذا السؤال يعني طرحته أيضا على الهيئة الإدارية بنادي الفهد وقبل أن نشارك أيضا في دوري الشباب، كان السؤال الأهم والأبرز أن اليوم إحنا داخلين لدوري الشباب من أجل تحقيق نتائج أم لبناء فريق. فكانت الرؤية حقيقة غير واضحة أنه كيف اليوم نقدر نعمل مع فريق الشباب ونحقق له استمرارية، على اعتبار تعرف غالبية دورياتنا بالمحافظة الدوريات تجرى لمدة شهر أو شهرين ومن بعدها تنتهي، وغالب الدوريات عبارة عن أربع مباريات أو خمس مباريات، هذه الأربع مباريات خمس مباريات ما ممكن تبني فريق، ما ممكن تبني لاعب أصلا، ما ممكن تجهز لك لاعب وتوصله إلى مرحلة أنه يكون هو قاعدتك اللي تناور بها بالخط الأول. أكيد. بالتالي صار قرار على واتفاق ما بيني وبين الهيئة الإدارية منذ بداية تأسيس هذا الفريق والانطلاق نحو المنافسة بالدوري. فكان الاتفاق على أنه هذا الفريق يستمر ويتم توقيع عقود لهذا هؤلاء اللاعبين طبعا، وبالتالي انهم راح يكونوا جاهزين للمشاركه في صفوف الخط الاول، يعني ننطي الفرصه لهذول اللاعبين بالمشاركه بالخط الاول ونعول عليهم. وانا راح افاجئك بنقطه بعد جزء اهم، ما معقوله انت يعني تجازف هاي المجازفه الكبيره انه تعتمد على فريق شبابي يلعب خط اول كله، مو يعني بالكامل، مو بالكامل. انت اليوم يعني بالتاكيد مستويات التنافس في دوري الشباب تكون أقل من مستوى التنافس في أكيد فرق الخط الأول، أكيد، لكن مع ذلك اليوم تقدر تنطي عدد، يعني احنا حسب الاتفاق اللي صار مع الهيئة الإدارية لنادي الفهد الرياضي كان الاتفاق انه نستقطب 10 لاعبين من أبرز اللاعبين بدور الشباب
ضمن مجموعة 25 لاعب، بمعنى أني ممكن أروح أجيب 15 لاعب من الخط الأول حسب إمكانيتنا أو خطتنا المالية للمشاركة بالدوري، ونخلي العشرة دول يكونون مستمرين. مع العلم طبعا العشرة دول أنا ماخذهم اللي هم مواليدهم 2001 اللي ما يحق له يشارك بالدوري الموسم القادم، أما مواليد 2002 و2003 لا، وموجودين عندي طبعا في فريق الشباب، دول راح يكونوا إن شاء الله جاهزين بالدوري القادم للمشاركة أيضا في دوري الشباب. طيب يعني كابتن، يعني حقيقة أستشف من كلامك أنه هو كأنما أنت هاي السنة ما عندك طموح للتأهل للدوري الممتاز، مجرد مشاركة تجيب فريق الشباب الطعمة مش كم لاعب وشارك بالدوري وخلاص، هاي تسقيط فرض أو 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 طموحك هو البقاء في دور الدرجة الأولى. يعني احنا اكو رؤيتين بهذا الموضوع حقيقة لا اخفيك، يعني احنا امام شارع رياضي اليوم، الشارع الرياضي يوجه السؤال ربما النادي الرمادي، يوجه النادي الفهد اليوم، ليش اني كجمهور رياضي بعيد عن المشاركة في دوري الدرجة الممتازة وانتم لا تطمحون الى الوصول وبلوغ هذه المراحل؟ وهي رغبة الجمهور وطبعا هذا من حقه، وجمهورنا طبعا ما يتحدث بخصوص هذا الموضوع له الحق، هو ما يعني طبعا موضوع انه انت اليوم ما عندك امكانيه ماليه اخفقت في جانب اختياراتك مثلا باللاعبين او ربما في الكادر والجهاز الفني، هذه كلها الجمهور ما يعني له شيء هذه الامور، لا هو يبحث عن نتائج، هو له الحق. اليوم نادي الفهد لديه الرغبه، واحنا يمكن تحدثت لك قبل قليل قلت لك احنا من دخلنا دوري الشباب ما كان طموحنا ناخذ بطوله، لكن كانت عندنا تخطيط صحيح، كانت عندنا رؤيه لهذا للعمل، بالتالي وفرنا المقومات اللي احنا كرياضيين نعلم بمدى تأثيرها على هذا الفريق، بالتالي راح تنعكس على تحقيق نتائج إيجابية. مشاركتنا بدوري الدرجة الأولى ما راح تكون أقل من الخطة والاستراتيجية اللي عملنا عليها في المشاركة بدوري الشباب، مع أني أنا ما أقول لك 100% أنا ضامن التأهل، لكن قبل أيام أنا أطلقت التصريح قلت أنه اليوم الجمهور الرياضي إذا كان هو جاد بدعم نادي الفهد أو أنه الجهات الحكومية والرسمية تهيئ من الدعم لنادي الفهد، أنا سأكون بمحور اتهام امام الجمهور اذ لم احقق نتائج ترتقي بهذا الفريق للدوري. نعم اذا يعني حسام، اذا موجوده الصوره خلينا نشوفها، انت اطلقت قبل يومين، اذا موجوده الصوره خلينا نشوفها، تصريح في صحيفه الجزيره. نعم. واسعه الانتشار، هذا هو الخبر اللي ظهر على صفحات جريده الجزيره اللي يقول أمين سر نادي الفهد سعدون شيحان أكيد يدعو المحافظ إلى إيقاف دعم نادي الرمادي، ها، وتحويل البوصلة، أنا قرأت الخبر، تحويل البوصلة إلى دعم أندية أخرى من المؤمل إنه من الممكن إنه تكون عندها مقومات للتأهل إلى الدوري الممتاز. يعني أنت حاط عينك، حاط راسك براس الرمادي يوميا، نادي الرمادي نادي الرمادي، إيش عندك وياه؟ أنت إذا هاي روح صعد تأهل، ما لك علاقة باللي يدعم بالنادي الرمادي، تأهل أنت. نعم. خلي تكون عندك مقومات للتأهل وبعدين أصعد، ما حد يقول لك. اليوم يعني إذا نتحدث عن المقومات، اليوم المقومات هي متوازنة بين الجميع، بين كل الأندية للأمانة. يعني اليوم تقول لي أكو توازن بالمقومات، أقول لك نعم. هي المقومات شنو؟ لو منشآت رياضية ملاعب أو لديك يعني دفع مادي أو جهات داعمة، يعني ممكن تساعدك في أن تروح تجيب لاعب سوبر أو تجيب لك مدرب يكون على درجة محترفة بحيث يدير لك الفريق بشكل صحيح. هذه العناصر عندما تتوفر وتكون موجودة تحت إيديك، بالتالي أنت راح تكون لديك الحظوظ الأوفر في أن تكون المنافس على خطف البطاقة. لكن اليوم عدم إدارة هاي الأمور رغم توفرها يخليك تبقى في ذات الخانة اللي هي هذه اللي ندي نحكي عليه، يقول الجمهور الرياضي اليوم يطالب، لكن اليوم ما نجحنا بأن نوصل فريق من فرقنا الى مصاف الدرجه الممتازه. ليش؟ ما كانت عندنا خطه صحيحه بالعمل، احنا كل الانديه مدانه. انت تريد خطه مشتركه لكل الانديه حتى يصعد واحد لو شنو؟ لا لا، ما كل نادي الى الى لا لا الى فلسفته ورؤيته. احنا حكينا انه الكلف الماليه ربما هي واحد من الاسباب. طيب هسه احنا كل نقطه لها تفصيلها. اليوم اذا نتحدث عن الكلف الماليه، احنا كنا كانديه طبعا بمناسبه، طبعا مع اعتزازي واحترام كل زملائنا اللي هم ضمن الهيئات الاداريه للانديه الاخرى، احنا دائما نضع خطتنا على وفق الكلف ما يتوفر لدينا من كلف ماليه. بمعنى عندي اليوم 10 ملايين، اروح اضع خطه عمل على ال 10 ملايين الموجوده عندي، نتائج تكون على وفق ال 10 ملايين الموجوده، مو مع الكلف اللي توصل هذا الفريق للدوري الممتاز، دوري الدرجه الممتازه. يجوز الوصول تحتاج لك 50 مليون،
لكن راح احنا نبقى وين في خانه العشر ملايين، لذا دائما نترد نتائجنا. وكثير من الانديه اللي كانت في يعني بالمنافسات يقولون هم اللي يتعمد الخساره، هو ما يتعمد الخساره لكن ما عنده امكانيه انه يتخطى حاجز الكلف الماليه اللي تعينه على بلوغ دور ابعد من هذا الدور. وبالتالي شنو بالتالي يجب علينا انه احنا كادارات اذا كنا جادين طبعا بالمناسبه انا يعني حتى يكون اكون واضح امام الجمهور الرياضي اليوم الجمهور الرياضي خلي يحاسبنا كنا اذا لم ننجح في ان نوظف طاقاتنا او يكون لدينا القدره على ان يكون لدينا مقومات ايصال فرقنا الى التنافس الحقيقي مو رايحين شحطة والله نصل الى دوري التاهيلي مثلا. انا مع احترام طبعا الانديه اللي شاركت بالدوري التاهيلي لكن مو هذا طموحنا. طموحنا يعني كيف ابلغ حتى عبر موضوع التاهيلي واصل الممتاز شنو اللي احتاجه؟ هل هناك خطه موضوعه؟ هل تم حساب كلف استقطاب لاعبين سوبر من اجل المشاركه وتحقيق نتائج؟ هل تم وضع خطه لاستقطاب مدرب على درجه او مستوى يكون له قدره على ان يعطي وعود ملزمه؟ يعني غدا يكون امام جمهور، انا كاداره اكون امام جمهور. اكو هذه تعهدات موجوده هذه تعهدات فضائيه. هاي شنو؟ انا اقول لك تعهدات فضائيه ثق لسبب رئيسي، هي مو باللي اطلقها، المشكله تعهدات فضائيه انه لحد الان لم نجد اجابه مقنعه لكل الانديه طبعا بما فيهم نادي اللي هو الفهد. من اللي راح يقدر يمول هذه الانديه؟ لا انتوا شنو ادارات، بس اقول لك ابو عمار انتوا شنو من ادارات؟ انتوا مجرد فاتحين دكاكين يعني؟ احنا قلت لك اياها انا اللي قدام مسبقا حشيت لك، قلت لك احنا نشتغل خطه على وفق ما يتوفر عندنا من اموال. اليوم ابو الرمادي ايش قد عنده؟ 50 مليون يوضع خطته على 50 مليون، ابو الفهد عنده 10 ملايين حط خطته على 10 ملايين. هاي هنا هذا انت غلط. كنادي انت ايه؟ كنادي كاداره تقود نادي يعني ما فكرت يعني اشوف لك فد منافذ لتمويل فريقك؟ لو خلي اقولها بين قوسين حتى لا حد يزعل علي من انديتنا بالانبار وكل محافظاتنا حقيقه غير المؤسساتيه، مجرد عايشين على القدوه يعني؟ هذا احنا استاذ حميد احنا اليوم امام شارع رياضي يعرف الصغيره والكبيره. اليوم انا اطلع بالشارع الناس تحكي لي تقول لي انت ماخذ مثلا منحة من وزارة الشباب والرياضة هل قد مبلغ؟ أنت بالسنة ماخذ فلان شي فلان شي فلان شي، تروح تقول لك يقول لك أنت ماخذ من المحافظة أو مستشار محافظ صارف لك هل قد؟ صحيح ماكو شي مخفي على الشارع صحيح. الرياضي، الشارع الرياضي ده يعرف ده يدري شنو اللي ده يدخل للأندية، لكن نتائجنا وين؟ ماكو نتائج، ليش؟ لأنه احنا المبالغ اللي قاعد تصرف، طبعا المناسبة هي مو حالة إدانة على إداراتنا بالمناسبة، وأنا جزء من هذه الحالة. الحالة انه احنا ما نقدر نضيف على هاي الاموال البسيطة اللي قاعد ناخذها من كمنح او هبات تجينا من المؤسسات الرسمية ونعززها بحيث اليوم نوصل الى تحقيق انجاز. خلي قبل ما اغادر هاي الجزئية استاذ سعدون، يعني انت مسألة نادي الرمادي حقيقة زعلوا عليك هواية ادارة نادي الرمادي، واني هسه حاليا وصلتني قسم من الرسائل اللي تطلب من عندك يعني على الأقل أنه تعتذر من جمهور نادي الرمادي، يقول لك جمهور يقول لك نادي الرمادي نادي كبير ذو تاريخ عريق، يعني ما يصير أنه حاجة. أنت تتعامل بهذه الطريقة. لا أنا أبداً أنا أوضح التصريح، أنا ما إحنا رحنا دخلنا في تفاصيل يعني ما حكيت على التصريح أصلاً. التصريح ما كان بهذه الطريقة أبداً، كان التصريح كالتالي أن اليوم أنا أعطيت وعد أنه يا محافظة خلوا اليوم نستخدم سياسة الخيارات المتعددة. ليش نخلي خيار واحد؟ تعال ادعم نادي الفهد مثل ما تدعم مثلا أبو الرمادي أو مثل ما تدعم أبو الأنبار أو تدعم الأندية الأخرى، بالتالي هذا الدعم تنطي بدل الفرصة خلنا ننطي فد ثلاث فرص أربع فرص لباقي الأندية ونحاسب الأندية على مدى ما تحقق من نتائج. أنا ما أقدر أبقى اليوم فقط لنادي الرمادي نادي، أنا للأمانة ترى ب93 في زمن الكابتن حسن فرحان أنا كنت لاعب في نادي الرمادي، يعني عصام الدخيل هو رئيس هيئه اداريه علي وانا لاعبه في عام 93 انا لاعب الرمادي، فهذا الموضوع يعني انا اعتذر من هذا نادي قبل ما يكون قدم له اعتذار من النادي الرمادي. أيه؟ لو كنت انا مصرح بهذه الطريقه هذا تصريح هذا صرحت لا انا التصريح قلت لك التصريح كان انه خلينا نستخدم سياسه المحاور، يعني ما كان انه لا طلعوا الرمادي من ما كان هذا التصريح ابدا، يعني كان انه خلوا خيارات متعدده امام الرياضيين والانديه، يعني ليش يصير احنا خيارنا واحد؟ هذا اللي كان نفس الشيء العفو استاذ حميد، اليوم انا ما راح احرض انا ما من صلاحيتي، انا اليوم امين سر نادي لا امتلك الصلاحيه الرسميه بمخاطبه جهه حكوميه او رسميه لايقاف دعم عن نادي،
يعني ما ماكو عاقل يتقبل هذا الموضوع. يعني احنا التصريح كان كالتالي، واني وضحت قبل يعني يوم او يومين، يعني سألت من اكثر من طرف عليه الموضوع. احنا طلبنا بتعددية الاندية اللي يكون لها الحق في ان تكون منافس في الدوري فقط. احنا ما قلنا لا تنطي للرمادي، شنو مصلحة ابو الفهد اذا وقف الدعم عن الرمادي؟ وبالتالي انت تقول خلي يغير بوصله الاهتمام من نادي الرمادي يعني الى نادي اخر. مو استاذ حميد، هو ما هو هذا الموضوع شويه، هو هذا اللي اثار الشارع الرياضي حقيقه، انه اليوم ليش انت تخلي نفسك امام الرمادي؟ انا ما قلت اكون امام الرمادي ابدا. لا ساجون، انت قلت هيك بالضبط، يعني لا قد يكون قصدك يعني الكلام اخر. انا هسه احكيك يا بصوره وصوت امام الجمهور. انا بدي اتحدث على انه خلي تصير عندنا تعدديه في خياراتنا كأندية اليوم بالمحافظة، خلي يصير عندنا أكثر من خيار. اليوم نادي الأنبار قد يكون أو يمتلك من القدرة على تحقيق نتائج ويكون هو منافس لنادي الرمادي، لكن هل أنه راح ينافس على تاريخه؟ لا، نادي الرمادي تاريخي. أنا لاعب نادي الرمادي في عام 93، يعني في سنوات سابقة، يعني هاي صار عمر، يعني مو هسه جاء احنا دا نقول احنا نكون ند للرمادي ابدا. احنا اليوم ب 2010 نادي الفهد تأسس، يعني ما معقوله اني اكون الند لهذا التاريخ العملاق اللي هو نادي الرمادي في محافظه الانبار. لكن اليوم تقول لي اعطيني الفرصه مثل ما تعطيها لنادي الرمادي، اقول لك نعم، خلي اجرب حظي مثل اليوم ما يكون للرمادي حظوظ في المنافسه، خليني اكون هذا المنافس، وربما اكون الابن البار لنادي الرمادي بهذا. اذا ممكن انه يفسر كلامك مثل بالطريقه اللي انت تكلمت بها. طبعا ديدوق علي الأخ العزيز دكتور مبدر مطلب أمين سير نادي الرمادي، احتمال عنده توضيح، راح أخلي رقمه بالكنترول ممكن نحصله ونحكي وياه. وأيضا جتني رسالة من الدكتور مؤيد آل شاهين، يعني أحد القامات الرياضية الكبيرة في محافظة الأنبار، يسلم عليك ويقول تحياتنا أستاذ سعدون. خلي يحكينا عن الآلية اللي المفروض تتبعها الأندية في التأهل للدوري الممتاز بالنسبة لمحافظة الأنبار. الآلية طبعا احنا تحدثنا قبل شوية، قلت لك انه اليوم انا السياسة الموضوعة دائما احنا كأندية السياسة الموضوعة اللي نشتغل عليها هو انا شقد عندي كلف مالية، عندي 20 مليون راح اروح اشتغل، عندي 10 لاعبين سوبر، 5 لاعبين سوبر، شقد رواتبهم الشهرية، مدرب شقد ياخذ، ابدي اشتغل على وفق هاي الرؤية. حتى في موضوع اعداد المباريات، معسكر التدريبي، غيره، هذه كلها لازم كلف تنحسب. المشكلة الرئيسية اليوم هي العنصر المالي. اليوم كيف أنا أروح يعني أحصل أموال أجيبها، وعلى ضوء هذه الأموال أروح أضع خطة من أجل أروح أحقق بها نتائج، أرضي بها الجمهور، وعلى الأقل أنا أشوف أكو هناك فرصة طبعا طيبة بهاي هذا الموسم لنادي الرمادي للتأهل. لكن هل أنه لديه القدرة على أنه يعني يجهز الفريق بما يحتاجه على الأقل الكلف المالية؟ أنا أعتقد الموضوع بصعوبة، هم ده اخوان طبعا يعانون من هذا الموضوع. نعم. يعني عندهم معاناة كبيرة. وصلني العاجل التالي الان من السيد الدكتور مبدر مطلب امين سير نادي الرمادي، يقول تم الاتفاق الان مع المدرب الكابتن طالب تشلوب لتدريب نادي الرمادي في هذا الموسم. ان شاء الله يا رب كل التوفيق للكابتن طالب تشلوب، وهو احد القامات التدريبية الكبيرة في عراق، درب المنتخبات الوطنية للفئات العمرية، وأيضا كانت إلى تجارب كبيرة مع الأندية العراقية وخاصة مع نادي الرمادي. نتمنى أنه تكون هذه التسمية في محلها ويستطيع أنه يتأهل بنادي الرمادي إلى دوري الكبار. تحياتنا للدكتور مبدر اللي يتواصل لنا دائما أول بأول ويزودنا بالأخبار، آخر أخبار نادي الرمادي. كابتن، هسه نادي الرمادي حسمه موضوع المدرب الكابتن طالب تشلوب، هو مدرب النادي الرمادي لهذا الموسم، رغم انه نادي الرمادي اول مباراه له راح تكون في الشهر الخامس باعتبار هو متجاوز الدور التاهيلي، راح يلعب مرحله الحسم، لكن انتم لحد الان بس مجرد يعني كلام، ما شفنا فد شيء على ارض الواقع يدل على انه انتم راح تستعدون للدوري، يعني باقي شهر ونص او شهر بالضبط. يعني احنا بالمناسبه عندنا موقعين مع المدرب سعيد مرزوق، وتحياتنا له وللكابتن طالب تشلوب، ومبارك له ايضا لتوقيع النادي الرمادي، وتمنياتنا لنادي الرمادي بان يحققوا ان شاء الله هذا الموسم نتائج طيبه.
على القليل ترضينا احنا كنا يعني. احنا اليوم انا امين سر نادي الفهد لكن هم ايضا ترى عيني على نادي الرمادي، وسبق انه قعدنا على المدرجات كنا نقف خلف نادي الرمادي واحنا داعمين الى طبعا، وان كنا طامحين بان نلتحق بنادي الرمادي. هذا التاريخ، هذا النادي الحقيقي جميعنا نفتخر به، وطبعا يعز علينا انه كل موسم نشوفه دا يعاني من مشاكل تعيق تحقيق نتائج طيبه في الدوري. النادي الفهد اكملنا حقيقه خلال هاي الفتره يعني موضوع المنشآت الرياضيه، يعني ملعب الفهد جهزناه اليوم، ملعب الفهد جاهز للبدء ان شاء الله قريب جدا بالوحدات التدريبيه واعداد الفريق وايضا اجراء المباريات اللي احنا راح يعني نحاول انه تكون ايضا على ملعب الفهد الرياضي. اعتقد اكثر من نادي فاتح لنا من اجل انه يلعب على ارضيه ملعب الفهد الرياضي. مجموعة من اللاعبين بدينا تحركنا عليهم، ما نريد نعلن أسماء لغاية الآن، ولكن وضع الفريق الآن وجهوزيته للمشاركة مطمنة جدا. وضعنا احنا ما يخوف احنا بالنسبة ان حتى بموضوع الكلف المالية اللي قاعدة تمر بها الأندية، احيانا عندنا جهات قادرة على ان تمول هذا الفريق او تدعم هذا النادي وتنطيه مجال لان يظهر بشكل طيب، بالتالي النتائج اللي حققها الفهد هي تصب في خدمة الرياضة الأنبارية وسمعة للرياضة الأنبارية وحق التنافس مفتوح للجميع، ونسأل الله التوفيق للكل. دكتور مبدر يسلم عليك، ها ايش عنده وياك؟ يقول انت ورده بس سعدون مو ورده. يقول لي عمي هسه قبل ما عدلنا التصريح وشوي هسه يجوز هسه اخذ التصريح على 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 صيغته الحاليه، يجوز هو كان عنده راي مسبق قبل هذا الكلام اللي تحدثنا به. بس تحياتي للدكتور مبدر طبعا، ومن خلالكم نوجه له التحيه والنادي الرمادي والجمهور الرمادي طبعا. لكن هو قلت لك يعني شوية حادين رسائل هواي جتني. هو طبعا بالمناسبة وراء التصريح اللي ظهر بداية تاني خبرني أيضا الأخ العزيز الأستاذ عصام الدخيل، وطبعا هو كان يضحك قال لي يعني أنا أفتخر واحد من لاعبين يطلع يتحدانا. قلت له والله إحنا ماكو إن شاء الله فرق، لأنه إحنا كنا يعني كمجتمع رياضي حقيقة ترى ماكو خصام ماكو عداوة، لكن اكو بعض الحديه نوبات الجمهور الرياضي يفسر. إذن انت واصل لهذه المرحله يعني خصام مع الاداره خصام مع الجمهور، وتجي انت ويا هنا تفلسف الاشياء وتقول لا ما كان التصريح بهذا الشكل يا استاذ سعدون يعني هو لا مو استاذ حميد العفو، تدري انت اليوم الامور من تخرج اكو يعني بعض القضايا، انت مشتغل بمجال الاعلام يعني سنوات طويله ويعني يمكن زملاء مهنه مشتركه، تعرف نوبات يعني الحرف الزايد بالتصريح او ربما تفسيره. يعني انا ممكن اقول لك حكايه انت من تصيغها صياغه الكلمه قد يفسرها المقابل مو مثل ما انا ياك كانت النيه او الكلام اللي توجه، تفسير الامور شويه خلت الجمهور شويه ياخذ موقف من انه كيف انه امين سر نادي الفهد يطالب بايقاف الدعم عن نادي الرمادي، وهذا حقيقه انا شفته شويه صعب. هسه رسائل كثيره وصلتني ما اقدر اقراها كلها لانه من جمهور يعني واعي ومثقف لنادي الرمادي يطالبوك بالاعتذار بشكل رسمي عن تصريحاتك، يقول لك ليض الخال راسه بروسنا، يعني احنا نادي الرمادي احنا التاريخ احنا الانجاز، فنادي الفهد يعني يقول لك البارحة تأسس. لا هو شوف استاذ حميد هو احكي لك هو موضوع اذا هو موضوع اعتذار بمعنى الاقرار بالذنب، انا ما ادري اقرر بالذنب. انا بالنسبة لي انت اليوم انت عندك نادي ويجيك نادي منافس، بس حقيقة انا ما قلت انه وقفوا الدعم على نادي الرمادي، انا اللي طالبته ان تكون يعني التنافس متاح للجميع او تكون هناك عداله في ان يكون التنافس متاح للجميع، هذا اللي احنا تحدثنا به. اما موضوع المطالبه بايقاف الدعم عن نادي الرمادي اعتقد شويه كانت الكلمه هذه حاده جدا، وهذه انا والله ما يمها ابدا، مو يم هذا الموضوع. يعني انا ما ممكن اطالب بايقاف دعم عن نادي الرمادي واقول لهم بدل ما تطور الرمادي تعجبوا الي، ما قلت لي بس قلت لي خلاص يعني نادي الرمادي اخذ حصته من الدعم لسنوات كثيره. احنا اجى الوقت انه ليش ما يصير اكثر من خيار عندنا؟ يعني انا اليوم بدل ما يكون الخيار هو بس نادي الرمادي، خلي يكون عندك خيارات مثلا نادي الانبار. هو ليش نختصر الموضوع بين الفهد والرمادي فقط يعني تحديدا؟ خب ليش ما انا عندي نادي الانبار؟ لان انت صرحت ليش 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 ابو الصوفيه؟ هذا الدوري انا اقول لك ابو الصوفيه حظوظه كبيره جدا للعلم، ابو الصوفيه منافس قوي بهذا الدوري وربما يفوق الفهد اصلا وربما يفوق حتى الانبار. يعني هذا هذه خيارات ما نقدر احنا نجزم بالنتائج، لكن اني
رؤيتي على الشغل اللي يشتغل الكابتن سعد ناصر، تحية والاحترام إلى طبعا، أنا أقول لك اليوم الصوفية لها وزن. يعني هل يعقل أن اليوم أنا أحجب الدعم عن الصوفية أو الصوفية إذا طالب بأن يكون لديه مساحة من الحرية في التنافس الرياضي أو أن يكون أيضا مدعوم من قبل المؤسسات الحكومية، هل أنه هذا بمعنى أنه راح يكون خصم؟ لا ماكو شيء. طيب خلينا نغادر هاي الجزئية. اليوم الاتحاد العراقي بالاجتماع مع الأندية ومع أيضا الجمعية العمومية قرر أنه الدوري الممتاز راح يكون على 3 مجاميع تقام في زاخو ودهوك وأربيل. نعم. طيب كنا نتحدث أنا وياك قبل دخولنا الاستوديو أنه الاتحاد إذا ما يقدر ينظم مسابقة في بغداد، شو راح ينظم دوري الدرجة الأولى في بغداد، خاصة الدوري الحاسم اللي دائما ما تكون به تشوبة الحذر والأقاويل والسوالف اللي ما تنتهي. هاي مفارقة، يعني حسنا احنا نتحدث عن تفصيلات لمشاركة الأندية في دوري الدرجة الأولى. هذه يعني احنا كنا حتى ما أخفيك احنا كأندية، وانا تحدثت حتى مع الاتحاد الفرعي بالأنبار، الجميع ما مقتنع لغاية هذه اللحظة بأن يتم إجراء دوري للدرجة الأولى هذا الموسم حقيقة. الجميع غير مقتنع بهذا الموضوع، وحتى أنه الموضوع موضوع مربوط بأنه إذا كانت هناك إمكانية لإقامة الدوري في 1/2، إحنا يوم 15/2 راح تقام المباريات في الدوري في المحافظات. هذا لحد الآن ماكو ضمانات. الاتحاد المركزي لما يأخذ الأندية الجماهيرية ويطلع بها يقيمها في 3 مجاميع في زاخو أو سليمانية وأربيل ودهوك، إذا راح ماخذها في محافظات الشمالية لأندية جماهيرية، طيب أفرغ حتى القدرة على إدارة المسابقة. طيب شنو الضمانات اللي راح يقدر أو شنو الدافع أو الحافز إذا هي الدوري الممتاز أنت خرجته من العاصمة وطلعته حتى تقدر تقيمه وسويت 3 مجاميع. وطبعا بالمناسبة إقامته السبب الرئيسي له هو الخوف من تدري العقوبات اللي تطال. ليش؟ لأنه أنت عندك استحقاق، يجب أن تكمل الدوري الممتاز في سبيل أنه يخرج عندك أحد الأندية للمشاركة الآسيوية والأخرى المشاركة العربية، تعرف هذه الاستحقاقات. أكيد. وإلا هو غير ملزم أصلا بإقامته لأنه هو غير مقتنع. بل أنت اليوم تأخذ الفرق كلها من العاصمة ومن باقي المحافظات وتعسكر فيها في الإقليم، يعني كلها مالية كبيرة جدا على الأندية وضغط أصلا على اللاعبين، وأعتقد الموضوع صعب جدا. يعني هذا خلى حتى أندية الدرجة الأولى هي اليوم غير مقتنعة بإقامة دوري الدرجة الأولى، وهي متخوفة أيضا. احنا اليوم لحد هاي الساعة متخوفون ممكن أن يتم دفع التوقيتات للأمام، بالتالي راح يزيد الكلف المالية المحسوبة على الأندية ويعيق حتى عملها. يعني ما راح تقدر تحط حتى خطة عمل انه شلون تعمل او تجرم مباريات. يعني واحدة من المفارقات كابتن، يعني احنا كنا الدوري الممتاز 38 مباراة في الموسم اللاعب يلعب، الآن راح يلعب 4 مباريات. إيه؟ 4 مباريات، لأنه كل مجموعة 5 فرق مرحلة واحدة. إيه؟ 4 مباريات. صح. يعني شيء ما يشبه شيء. أنت لو تلعب 38 مباراة و12 شهر تبقى أكبر فرق. دوري لو 15 يوم ينتهي الدوري، يعني هذا مو دوري. هذه يعني. هو هذا ايش تقول لك اليوم هاي كل اللي يصير هي معالجات موضعية. يعني اليوم تخدير موضعي لمرض مزمن. اليوم المرض المزمن هو المشكلة اللي موجودة بالاتحاد. المشكلة هذه الأساسية اللي هي خلت الموقف كله الآن غامض. اليوم ما حد يعرف شنو وين رايحين احنا، شنو راح يصير، من اللي إلى الحق في إدارة الاتحاد، من اللي إلى سطوة قرار في اتخاذ القرارات. الآن قد تطلع عندك مشاكل في المباريات وفي الدوري، طيب من الجهة اللي عندها سلطة اتخاذ القرار في معالجة هذه القضايا؟ ما حد يعرف. ثانيا حتى هذا موضوع اليوم اكو تضاربات بالتصريحات اللي خرجت من الاتحاد المركزي، انه هو اليوم اذا ماكو عقوبات على الأندية في حال عدم مشاركتها، طلع تصريح ثاني قال لا راح يصير غرامات مالية على الأندية اللي ما راح تشارك. بعدين اكو قرار الاخر اللي هو مبدأ هبوط الأندية اللي هي راح تكون في نهاية المجموعة، اعلنوها ماكو. طيب شنو الحافز اللي يخليك تروح تشترك؟ ماكو اي حافز. صح لو لا فعلا ماكو. اذا بمعنى انت حتى دوريك انت مسبقا كتلت الدوري، ما راح تخلي له قيمه، ما راح تخلي هناك جماهيريه في حضور هذا الدوري حتى في المحافظات. حتى التنافس ما راح يكون. بالضبط. ليش؟ ولا الانديه راح تكون انت ضامن البقاء. بالضبط. وانا قبل قليل تحدثت لك قلت لك اليوم فرصه نادي الرمادي كبيره، هو اليوم موجود في الدوري التاهيلي، ما راح يلاقي هناك تنافس قوي باتجاه الانديه، وهذه الفرصه راح تعطيه او هذه الحاله قد تعطيه فرصه اكبر
لأن يثبت نفسه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق النادي ويحقق طموح الجماهير اليوم اللي تنتظر نتائج. نادي الفهد في هذا الموسم كلمة أخيرة به. إن شاء الله نادي الفهد سيكون كما عود الجمهور الرياضي بأنه يحقق نتائج ترضي على الأقل الإدارة وترضي جماهير النادي والجماهير الرياضية في محافظة الأنبار. شنو النتائج اللي ترضي الجمهور والإدارة؟ احنا في دوري الشباب ما صرحت، وانا قلت لك اياها يمكن قبل يا اخي. انا جايبك حتى تصرح، قلت لك انا جايبك حتى تصرح. خلينا نفصل التصريح الاولي هسه ارجع لي على تصريح جديد. لا انا اقول لك ان شاء الله مثل ما تفاجئ الجمهور بانه اليوم قدرنا احنا ناخذ دوري الشباب في صمت، ايضا ان شاء الله راح يكون لنا حضور قوي في المشاركه في دوري الدرجه الاولى، وايضا سيكون في صمت، ولكن النتائج ستكون مفاجئه باذن الله. كل التوفيق لكم. إذا أنا أشكر ضيفي الأستاذ سعدون شيحان أمين سر نادي الفهد الرياضي، يا رب كل التوفيق لك كابتن، وأني أشكرك على حضورك للاستوديو، شرفتنا اليوم في هذه الإطلالة، ونتمنى إن شاء الله يا ربي نشوف نادي الفهد بالصورة اللي يتمناها الجمهور. تحياتي لك واحترامي وتقديري لهذه الاستضافة الكريمة. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. إذا أحبتي المشاهدين، لم يبقى لدي إلا أن أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. انتظرونا الاثنين القادم، حتى ذلك الحين هذا هو حميد المظهر يحييكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.